السلام عليكم. بناه حجرا حجرا، وكان يسكنه مع أسرة عددها أكثر من 12 فردا من البنين والبنات. كانوا يعيشون فيه قبل أن تهاجم ميليشيا الانقلاب المدينة، فأصبحت أسرته مشتتة بين نازح في الأجزاء المحررة من المدينة ونازح في القرية النائية التي لم تكن نيران الحرب قد وصلت إليها. تحول المنزل من بيت يضم عائلات تسدل على نفسها ثوب الستر إلى ثكنة عسكرية يتمترس فيها مقاتلون يتبعون ميليشيا الانقلاب، وحين انسحبوا من البيت لم يتركوه على حاله. المصور أمين المقرمي يروي حكاية منزله في الدقائق التالية، نشاهد ثم نعود. طبعا أنا كنت موظف في البنك المركزي، وكنت ساكن في المدينة في السلخانة. ففي فترة يعني جاء صاحب البيت باع البيت وقبلنا إنذار إنه نخرج من البيت. فأنا كنت قد أطلب يعني بيت هكذا صغير، فبدينا نبحث عن بيت بجميع أنحاء تعز وكذا، أشتي بيت قريب من العمل على أساس يكون سهل التواصل سريع وكذا. فحصلنا هذا البيت في بداية 2003، اشتريناها في 2003 يعني تقريبا كذا، وهي كانت عادها دورين، رهننا ذهب، بعنا ذهب، حتى سلفنا ذهب من الأقارب كذا، ورهننا ورهن يعني حتى نكمل قيمة البيت. ينفقوا العمارة دي بنفس اللي ينفقوا دي. أثناء دخول الحوثيين لمنطقة تعز وبدأت الحرب في مارس، استمرينا هنا إلى تقريبا رمضان شهرين مع الحرب كذا، إلى رمضان 2015. فبدأ في مضايقات من الحوثيين بالحارة، اضطرينا نروح الأطفال والأسرة القرية من كثر الضرب، كان الطائران يضربوا القاصر. فكان هنا مع الارتفاع يحدث يعني انفجارات كبيرة جدا، تحدث رعب، تحدث يعني هزات بالبيت فروحنا من القرية وخلينا ايش جلس، رجعت انا وجلست هنا شهر واحد داخل البيت مع لحالي مع 16. بعد خليت واحد حاري يحرس في البيت، وجلست انا اتردد على البيت يعني. ففي فترة بعدين بعد منتصف 2015 خرجوا السكان من الحارة كلها واحتلوا البيوت كاملة، ما عاد خلوا أحد يدخل الحارة كلها. فبعد في تقريبا في 6/2015 خرجوا الناس من هذه المنطقة كاملة بشكل إجباري، بشكل إجباري يعني ممنع الدخول، ممنع كان اللي يشتي يطلع يروح للحوان ويطلع من هنا ويدخل لبيته سكتين السلال ورجع بالنهار. لكن بعدين منعوا الناس من الدخول للمنطقة ذي كامل يعني، فكانوا هنا كلهم في المتركزين يضربوا للمحافظة، يضربوا للحوض، يضربوا للمناطق هذه، وتمركزوا داخل البيت هنا، وكانوا يقصوا من هذه البيت بيتنا إلى الحوض، إلى المحافظة، إلى مسجد الخير هنا. فكانت هدف يعني، تعتبر هدف يعني بالنسبة للطرف الآخر تعتبر هدف، لأنهم هم داخلين يضربوا على المقاومين هنا وهم يرجعوا إلى هنا. فبعد قريب 2016 قبلها بشهر أو شهرين بعيد عرفة 2015 فجرت البيت واحترقت كامل، جلست 3 أيام تحترق البيت هنا في نهاية 2015. لا احترقت بالضرب بالقضايا بكذا، كانوا يضربوا لهنا، يضربوهم من هنا وهم يردوا عليهم لهنا لداخل البيت. الحوثيين عملوا متارس في البيت، عملوا متارس وكانوا هنا من السقف مليان، وكانوا يضربوا هنا الى المحافظه الى بيت المخلوع، من هنا امامنا بيت المخلوع، المقاومه كانت هناك بيت المخلوع قريبه جدا، وكانوا يضربوا من هنا الى هنا. فنهايه 2015 احترقت كامل، ولم يبقى الا هذا الديوان لم يحترق، بقى فيه بعض الادوات يعني.
بعدين انا حاولت اطلع، انه قالوا لي ان البيت احترقت وكذا، وكنت احاول اطلع الى الحوض عند المحافظه اصور البيت، القذائف من فين دخلت، من فين، لانه كان مهدم الجهه الغربيه والشماليه مهدمه تشتاب من هناك، وكنت اطلع اصور من هناك واحتفظ بالصور يعني. وثاني مره طلعت الى هنا عند استوديو رمزي وصورت من هنا، وبعد عند التحرير لمنطقه مازرعه في 15 ديسمبر 2016 حرروا بازرعه وحرروا المنطقه هذه كامل. فطلعنا الى المستشفى العسكري، وكنت اريد ان انزل الى هنا، ففي هناك عماره تفجرت بالاعلاميين اللي قدام المستشفى العسكري، قالوا انه في الغام، الفريق الالغام قالوا ما نزل، نزلنا الى فوق هنا وقالوا رجعنا. في اليوم الثاني نزلنا انا والفريق الالغام. في اليوم الاول انا طلعت من البيت اللي فوق هذا وصورته، وشفت انها ليست البيت مش مثل ما كانت. دخلت كذا زي غابة كذا، كل شيء هنا مكان كامل هنا موحش، بيتها حارق، كأن أنا ما دخلتش البيت حقنا الحارق حقنا، كأن دخلت مكان ثاني غريب، خرب مدمر كل شيء مدمر. دخلت باب أقلل غرفة واحدة باغي تحقق شقادة السامان اللي هم وفاء الشهايد حقنا وأخواني، بعد اللي تبقى لنا هذا فقط. ما قدرنا نطلع، كان كله ألغام، هذا دقي كانوا دقي نشوف قذيفين ينزلين قارح بعد بعد نشوف الألغام قارحين. في كان فوق صندقة، روحت شفت الكمبيوتر الصور الأولات وإنها تختلف عن الصور اللي صورتها، قلت إذا في شيء يعني في حاجة فجروها وكذا. في اليوم الثاني نزلنا فريق الالغام الى هنا وكشفوا الالغام، ما فيش الغام كذا، ودخلنا وشفنا قديم مفجر يعني، عملوا عبوات الظاهر هنا وتفجر هذا، وشوف الباب لافين رايح له هنا يعني، لم يبقى شيء يعني. ليش كذا دقيقتين بطلوا؟ تخلخلت البيت، تفجرت الأعمدة، تعطب خلاص يعني، لا يمكن واحد يعيده زي ما كانت حتى الان. يعني كونك مواطن يعني لا تستطيع ان ترفع المخلفات وهذه الصبيات والاسمنت الى ان المنطقه يعني وعره ولا تصل السيره الى هنا. والله اي واحد يقول لا او يعرف انه مع المقاومه او يعرف انه ضد الاحتلال وضد الغزو اللي تعز يعني، فجروا كم من بيت واحد يعني، هنا جنبنا تحت هذا البعداني بيته فجروا، انه كان معارض لهم ماشي يدخلوا هنا تعازي يعني. اي واحد معارض، اي واحد مع الثوره مع المقاومه او يقول لهم لا يقف لهم بالمصادر، يعرفوا انه مناوي لهم يعني، يفجروا بيته يخرجوا يقتلوا يشردوا. بيتنا ايضا دخلوا البيت واحتلوها، اجى صاحب البيت واحد من الافراد يقول لهم يخرجوا، فجروها اللي مثلا على طول البيت جارنا هذا واحد. فجروها والأسر فيها؟ لا ما فيش حد، كانوا هم داخلين بس خرجوا فجروها. لأن الأسر كان مع باقي الأسر هنا في الحارة، خرجوهم مع باقي الأسر في المنطقة هذا، كان ما فيش أسر، هم احتلوا المنطقة هذا كامل وعملوا طرق وأنفاق لا إلى عند بيت المخلوع. يعني كان أي واحد شيء يدخل هنا ما يدخل من بيت لبيت من بيت لبيت حتى يوصل هنا، فهم كانوا يعملوا سراديب وأنفاق في البيوت من بيت لبيت حتى يصلوا إلى بيت المخلوع. يعني أنا عندما في البداية عندما دخلنا إلى هنا لم نسلك الطريق الرئيسي هذه، طلعنا من فوق ومن بيت لبيت، شو هذه البيوت من بيت لبيت من بيت لبيت من بيت لبيت حتى وصلنا إلى هنا، لأنه لو ظهرت على الشارع على طول قنص من مدرسة صلاح الدين ومن تبت سلال ومن سفتيل، وكانوا في البنك الجديد هذا متواجدين، لكن كان في طرق يعني تحت الارض من بيت لبيت يعني، وما كان والا لو ظهر واحد الشارع هذا قنصوا على طول. حتى هذا تفجر يعني المجلس جينا وهذا كله فوقه، بس حاجه بسيطه اللي حصلنا هنا يعني، لانه كان هذه الغرفه مغلقه، اما البقيه احترق ونزل الرماد يعني، كل الادوات كل العفش كل ممتلكات داخل البيت انتهت يعني، حاجات بسيطة هنا داخل فراشات وشوية كتب يعني، ما كونها ايش كان مغلق ما دخلش الحريق بقوة الى هنا. مع ان الحريق استمر 3 أيام، استمر 3 أيام، شوف الدخان يعني كيف كان
يعني يتحرك ببطء وكذا ويعمل ما احترق سريع يعني وانتهى. ولهذا اثر الدخان هذا استمر فتره، حتى الزجاج فوق في المطبخ والصاله اللي فوق سال، وجدنا الزجاج يعني يعني سيل من شده الحراره والاحتراق. وبعض المطايب معطبه الزجاج، ما تعطف المطايب الزجاج الا اذا في حراره يعني. فجلس يمكن 3 ايام و40 يوم قال يحترق. نامل من الله سبحانه وتعالى اولا ثم من الشرعيه ان يعني تلتفت اولا الى تعز. تعز الان محاصره لها 3 سنين ولا دعم لها ولا حاجه، وهي تحتاج الى اسناد وتحتاج الى قوه ويعني معدات يعني حتى تستطيع المقاومه والجيش الوطني يحرر تعز ونخلص من هذا الكابوس الرهيب، الكابوس الحوثي، ويعود الامر الى ما كان عليه. لكن ان ظل هذا التباطؤ من الحكومه والتحالف في عدم دعم مقاومه وجيش تعز لتحريرها ما تبقى، وما تبقى يسير جدا جدا جدا. يعني نحن كنا محصورين في شارع جمال، الآن الحمد لله منطقة واسعة تحررت وكذا، ولم يبقى إلا القليل. لو في يعني نوايا صادقة ويعني سخاء من الدولة والشرعية والتحالف بدعم الجيش الوطني بمعدات ثقيلة وأسلحة ثقيلة يعني يستطيع بها تحرير مدينة تعز وفك الحصار عنها وإخراج هذا الكابوس الرهيب الإمامي المتخلف من تعز. كابوس طويل الأمد باهظ التكاليف لا تعاني منه مدينة تعز لوحدها، بل تعاني منه كل المناطق سواء كانت واقعة تحت سلطته أو في خطوط التماس في مواجهته. فجرت الميليشيا منازل مدنيين في كل المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها، وكانت تفجر المنازل لغرضين: الأول انتقاما من ملاكها، وهذه التفجيرات تحدث في بداية سيطرة الميليشيا على المناطق، والغرض الثاني عسكري، ويحدث عندما تنسحب الميليشيا من المناطق فتعمد إلى تفجير المنازل العالية التي كانت تستخدمها في تمركز القناصين والسيطرة على المناطق المحيطة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ينضم إلينا بعده المحامي عمر الحميري، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري. مرحبا بك سيد عمر. مرحبا بكم أخي الكريم. نناقش اليوم في هذه الحلقة موضوع تفجير المنازل، هذه الجريمة الأثيرة والتي تميزت بها ميليشيا الحوثي. هل دار في خلد المشرعين أن مثل هذه الجرائم يمكن أن تحدث وبالتالي استوعبوها في القوانين، على الأقل القوانين يعني المحلية؟ كيف ينظر القانون إلى جريمة تفجير المنازل؟ في البداية نقول أن تاريخ تجريم هذه الأحداث الأعمال الجرامية بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت القوانين الدولية قاصرة في هذا الجانب وتم تطويرها، وبالتالي أصبحت جريمة تفجير المنازل تعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الحاكمة في فترة الحروب، وصنفت هذه الجريمة ضمن الأعمال الانتقامية التي تعتبر جريمة حرب، وناقشتها معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 في المادة 53 التي حظرت الأعمال الانتقامية في مراحل الحروب، مثل تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة سواء كانت مملوكة لأشخاص أو هيئات، كما أكدت ذلك المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي حظرت تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها. إضافة إلى المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أنه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا،
وقد اعتبرت المادة الثامنة من ميثاق روما للعام 98 أن الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لأحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية محكمة الجنايات. وبالتالي هذا الجانب الدولي فيما يتعلق بأحكام القانون الدولي الإنساني. أما في جانب القانون الوضعي فإن هذه الجريمة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، قانون الجرائم والعقوبات وحزمة الجرائم وحزمة القوانين المرتبطة به التي تعالج هذه الجرائم، مثل قانون محاكم قانون القوانين العسكرية، الجرائم والعقوبات وغيرها من الجرائم. هذه القوانين الوضعية جرمت هذه الجرائم ووضعت لها عقوبات شديدة، وبالتالي فإن هذه الجريمة مدانة في جميع الأعراف والقوانين الدولية، سواء القوانين المتعلقة بالجانب في جانب الحروب أو في غيرها. وبالتالي القانون اليمني أيضا جرم هذه الجرائم. نعم، إذن هذا هو الموقف القانوني، سواء كانت بالقوانين المحلية أو بالقوانين الدولية. خلال مشاهدتك الميدانية أنت، ما حجم المنازل المدمرة بالتفجير تحديدا في مناطق محافظة تعز على الأقل؟ أخي الكريم، شهدت مناطق تعز العديد من أعمال التفجير التي كانت تمارس منهجيا من قبل جماعة الحوثي وميليشيا صالح. هذه الجرائم وثقت وكان لها أثر كبير في إحداث وعي لدى الناس بأن هذه الجماعات جماعة تفجيرية، جماعة عدوانية. كانت هذه المشاهد متواجدة بشكل كبير في مناطق التي وقعت فيها الأعمال المسلحة، مثل منطقة صالة، منطقة الجحملية، الجبهة الشرقية بشكل عام. وبالتالي هذه المناطق تضررت بشكل كبير، حيث يعني في حي واحد وصل عدد المنازل التي تم تفجيرها انتقاميا حوالي 30 منزل في حي 30 واحد. منزل في حي واحد؟ نعم نعم سيد القريب، نعم سيد حي ما اسم الحي؟ متعددة من محافظة تعز. سيد عمر، ما اسم هذا الحي؟ في منطقة صالة الجحملية. صالة، هذه المنطقة نعم تعرضت 30 منزل وثقتها المؤسسات والمنظمات الحقوقية. وبالتالي هذا مجرد مؤشر معيار واحد لحجم هذه الجريمة في محافظة تعز. نعم. مناطق حذران، مناطق التماسي، مناطق جميع مناطق التي شهدت أعمال حربية كان هناك تفجير متعمد من جانب ميليشيات الحوثي وميليشيات صالح لمنازل المواطنين بدواعي انتقامية، بأسباب مثل أن هناك أحد أفراد هذه الأسرة لديه ارتباط بالمقاومة الشعبية. نعم. أو من هذه الجوانب، يعني أعمال انتقامية بحتة. وبالتالي هذه الجريمة شهدت يعني وثقتها منظمة المجتمع المدني وبلغت آلاف المنازل في محافظات تعز وأريافها، تقريبا 1700 منزل. ما زالت الأرياف حتى الآن، يعني كل أسبوع تأتي الأنباء بتفجير الميليشيا لمنزل هنا أو هناك في المناطق التي يعني لا زالت المواجهات دائرة فيها. تطرقت إلى موضوع توثيق هذه الجرائم، هل وثقت الأجهزة القضائية الرسمية هذه القضايا؟ يعني هل هناك توثيق رسمي قانوني أم فقط رصد من قبل المنظمات كما تشير؟ في البداية تعتبر أعمال التوثيق من غير مهام القضاء. القضاء يحقق ويحاكم. في البداية نتطرق إلى الجانب الرسمي في هذه العمليات، عمليات التوثيق تعتبر أساسا من عمليات المنظمات والمؤسسات الحقوقية سواء الرسمية أو المؤسسات المجتمع المدني. يعني أقصد إثبات الحالة قانونيا لا يتم إلا عبر أجهزة رسمية، يعني تظل عملية الرصد من قبل المنظمات يعني أمر مهم ودائما ننادي به وندعمه، لكن أقصد أنه أجهزة القضاء سواء كانت النيابة العامة أو يعني أي أجهزة مخولة بهذا الأمر أن تقوم بالتوثيق حتى يعني يصبح الأمر رسميا. نعم سيدي، هناك وعي لدى بعض من المواطنين المتضررين، هناك من لجأ إلى القضاء فعلا، من لجأ إلى النيابة العامة، ولكن وضع القضاء في تعز وفي المناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام لا زال يعاني من كثير من الإشكاليات.
وبالتالي لا ليس جاهزا بشكل كامل للفصل في هذه القضايا، ولكن هناك وعي لدى بعض المتضررين، ونتمنى أن يتشكل هذا الوعي لدى جميع المتضررين من جرائم الحوثيين وميليشيات صالح، وبالتالي ليس فقط في جريمة تفجير المنازل وإنما في جميع الجرائم. نعم. في البداية قامت اللجنة الوطنية التي المشكلة من رئاسة الجمهورية، وهي تعتبر مؤسسة توثيقية لجرائم الحرب. نعم. قامت هذه المؤسسة بتوثيق الكثير من جرائم تفجير المنازل الخصوم، واهتمت بهذا الجزء من انتهاكات الحرب والجرائم الواقعة في محافظة تعز، وبالتالي هذه العمليات ستنتهي، عملية التوثيق سوف تخلص في النهاية إلى رفع هذه الملفات إلى النائب العام وإلى جهاز النيابة العامة، وبالتالي ستأخذ هذه القضايا مجراها لدى القضاء الوطني، وهذا هو الصحيح الذي نتمنى أن يتم الانتهاء به عند انتهاء عمليات التحقيق، تحقيق اللجنة الوطنية المشكلة من رئاسة الجمهورية. نعم. هذا جانب، ومن جانب آخر نتمنى أن يبادر المواطنين المتضررين من بأنفسهم إلى النيابة العامة وإعداد ملفاتهم وتقديم شكاوى بالأشخاص المتسببين بتفجير منازلهم، سواء كانوا آمرين أو منفذين لهذه العمليات، وتجهيز وثائقهم وشهاداتهم وأدلتهم، وبالتالي يكون هناك وعي لدى الناس بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم حتى لا يفلتون العقاب. كيف يمكن التعرف على الفاعلين المباشرين لهذه الجريمة في هذه المناطق، سواء في هذه الجبهة أو تلك أو في الأحياء التي ذكرت؟ كيف يمكن أن يتم التعرف عليهم وهم يعني يستترون خلف ألقاب وكنى يعني حركية؟ في الغالب يتم التخفي في مثل هذه العمليات، ولكن تبرز بعض الأسماء التي تعتبر خيوط تجر إلى قلب بقية المنفذين والفاعلين لهذه الجرائم. هنا خيوط يحصل عليها الناس، أسماء مخصصة من المتعاونين مع هذه الميليشيات القادمة من خارج المحافظة. هؤلاء الناس جميعا يعتبرون مشاركين في هذه الجريمة، سواء من نفذ، سواء من أمر بهذه الجريمة، سواء من بلغ، سواء من قدم المساعدة اللاحقة أو السابقة لهذه الجريمة. يعني يعرف الناس في النهاية غرمائهم. نعم، في النهاية يتم كشف هذه الخيوط، وبالتحديد يعني هناك أشخاص مسؤولين عن تفجير هذه الجرائم ومتخصصين بها، كشفت كثير من هذه الأسماء، ولا زال بقية يعتبر مهمة التحقيق أن تنتهي بكشف هذه الأسماء. هذه ليست إشكالية كبيرة، ولكن المشكلة أن يتجذر لدى الناس وعي بضرورة اللجوء إلى القضاء وأخذ حقوقهم، لأن هذه هل بدأت الأجهزة القضائية في مزاولة مهامها؟ بمعنى هل تم إعادة تشغيل المنظومة القضائية حتى ننادي الناس إلى اللجوء إلى القضاء؟ كبداية تعتبر النيابة العامة متواجدة في تعز كمؤسسة، وبالتالي لا يمكن. لماذا لا تباشر ما دامت يعني زاولت عملها، لماذا لا تباشر التحقيق هي كجهة قضائية محلية في هذه الحوادث، واعتبار ما تتناقله وسائل الإعلام بلاغا؟ تعتبر النيابة العامة تقوم بأعمال جزئية، ولكن هذه الأعمال الجزئية تعتبر بداية وتعتبر طريقة أو وسيلة لتقديم البلاغات إليها. النيابة العامة تقوم الآن حاليا ببعض أعضاء النيابة، لا يمكن أن تقوم بجميع أعمالها وليست قائمة في جميع المناطق، وبالتالي الوسيلة التي يصل المواطنين لتقديم شكاواهم إليها موجودة، النيابة العامة متواجدة. هناك أيضا المنظمات التي غير قائمة بشكلها الطبيعي وكمنظومة قضائية، لتنتظر الكثير من التحديثات، تنتظر الكثير من الإصلاحات في منظومة قضائية، وبالتالي هذه الأعمال سوف تنتج فيما بعد عندما تنتهي أجهزة القضاء من تشكيل مؤسساتها من جديد، لأنها أيضا هذه المؤسسة القضائية تعرضت للأضرار ودمرت أيضا بلا شك سيد عمر. لكن هناك من يطرح، وأنت أحد هؤلاء، أن تقديم هذه الأسماء إلى حتى التحقيق كبلاغات للنيابة لتحقق في هذه الوقائع والأحداث والجرائم ربما يحد من تكرارها، إذا ما برز اسم أو اسمان من الفاعلين وبدأت فعلا يعني الإجراءات القضائية ضدهم، وبالتالي يعني أقصد لابد من تقديم هذه الملفات إلى النيابة حتى من قبل المؤسسات التي قامت بالرصد. يقال من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه مقولة شعبية،
وفي القانون الغرض من القوانين هو تحقيق العقوبة والردع والزجر لمن يرتكب جرائم، وبالتالي سوف تحقق هذه الشكاوى إذا لجأ الناس إلى القضاء، سوف تحقق أغراضها، وسوف تحد من حجم هذه الأعمال الانتقامية، وسوف يخشى الناس الذين القائمين بهذه الجرائم سوف يخشون من العقوبات، وبالتالي عندما يتشكل وعي لدى الناس سوف تخف شدة هذه الأعمال. والآن ما يحدث الآن هو تزايد أعمال هذه التفجيرات بسبب أنه يشعر القائمين على هذه الجرائم بأنهم آمنين من العقاب وأنه لا يمكن ملاحقتهم. إذن سأعيد عليك السؤال مرة أخرى، هناك مؤسسات قامت بالتوثيق إذا يعني لم يستطع المواطنين اللجوء إلى أو الوصول حتى إلى النيابات العاملة الآن، لكن هناك مؤسسات قامت بتوثيق هذه الحالات كما تفضلتم، لماذا لا تتقدم هذه المؤسسات بالملفات التي لديها إلى النيابة العامة كدفعة أولى يعني في هذا الصدد كبلاغ حتى يعني بحالات فردية أو حالات معدودة؟ نتمنى أن يحدث هذا الشيء فعلا. منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية رصدت وقامت بهذا الجهد مشكورة، ونتمنى أن تصل بلاغات إلى النيابة العامة، ولكن في القانون يجب أن تقدم هذه الشكوى من المواطنين، لأنه يتطلب لتقديم الشكوى وجود الصفة الشخصية والقانونية لمقدم هذا البلاغ، لأن الجرائم النيابة العامة لا تقوم بمجرد سوف تحفظ هذه الحقوق باعتبارها جرائم محفوظة وباعتبارها جرائم اطلع عليها القضاء، ولكن لا يتم مناقشتها إلا بتقديم شكاوى من المواطنين المتضررين أنفسهم، وبالتالي لا يمكن استبدال هذا الوعي لدى الناس بأي وسيلة أخرى. المنظمات الحقوقية قامت بهذا الجهد ونشرت ما رصدته من جرائم وما وثقته من إحصائيات، وبالتالي ينبغي على الناس الآن المبادرة بهذه الإجراءات التي لا تتخذ ولا تتطلب الكثير من الجهد، مجرد تقديم شكوى إلى النيابة وتقديم ما لديهم وليست لها تبعات. أليست لها تبعات معينة قد يعني يخشاها الناس؟ لا يوجد أكثر من تفجير منازلهم، ولا يمكن أن يقوم الحوثيين بأكثر من ذلك. نعم، إذن هذه هي رسالتك ونداء من المحامي عمر الحميري للمتضررين من تفجير منازلهم في محافظة تعز، على الأقل التقدم إلى النيابة العامة بهذه الشكاوي. المحامي عمر الحميري كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أمين المكرمي تم الرصد، في أمان الله.